بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبعد، الحمد لله الذي أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه، وبعد، الصلاة والسلام على أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، في حلقة جديدة من حلقات برنامج بين الشريعة والقانون، واستكمالا للحلقة السابقة التي تناولنا فيها قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري، وتناولناه من جانب الشريعة أيضا والقانون، يعني إيه اللي بيمس في قانون الإجراءات الشريعة. والنهاردة هستكمل مع حضراتكم هذا الأمر، لأنه بيتعلق بحريتك، بيتعلق كيف تتعامل مع مأمور الضبط القضائي، إيه هي حالات التلبس، إمتى تبقى متلبس بجريمة، التفتيش لشخصك أو لمنزلك أو سيارتك. دي أطر قانونية لابد أن تعرفها أو تلم بها، بحيث تبقى على دراية، حد بيفتشك تبقى عارف ده في إطار قانوني أو غير قانوني، ما يزورش منك ما يعطل تنفيذ الأمر أو ما يعطل استخدام السلطة سلطتها، وتكون مرتاح نفسيا وهذا الإجراء يتم معك، وبرضه مستعد لأي سؤال من حضراتكم، وأرقامنا موجودة على الشاشة للتواصل. وأول اتصال من القاهرة، اتفضل. أيوة، طيب أستاذ محمود عاود الاتصال بينا، متشكرين اتصالك. فقانون الإجراءات الجنائية بين الشريعة والقانون، احنا تقريبا في الحلقة الـ12 من هذا البرنامج اللي خدنا فيه القانون المصري بعمومياته كلها، بدءا من القانون المدني، قانون العمل، قانون التأمينات الاجتماعية، قانون الأحوال الشخصية، كل ده استعرضناه قانونا وعرجنا به على الشريعة. ليه؟ عشان تطمئن لتصرفك انه قانوني وانه لا يخالف الشرع، وان القاعدة التي يجب ان نحيا بها وتبقى عارفها حتى للعامل في هذا الحقل القانوني، ان ليس كل عدل حق، انما كل حق عدل. لان في النهاية يا اخواننا هنلقى الله وسوف تسأل عما فعلت، يبقى لازم تشوف شرعك بيقول ايه في هذا الامر والقانون بيقول ايه. برضو للذين يحرمون علينا المعيشة، ده هذا الاجراء باطل وغير شرعي ويخالف ويجعلك في ريبة من امرك، يعني برضو السادة مشرعي القانون ما كانش يعني عندهم استعداد فطري ان هم يروحوا جهنم مثلا ويشرعوا قانون لا يتفق وشرع الله، لكن هو شرع في إطار القاعدة العامة، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. زي القانون المدني، القانون المدني ده مجلدات كثيرة جدا جدا جدا، لكن تدخل في إطار شرعي تحت عنوان يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني عايز يثبت الدين بالكتابة، وأطلق لفظ الكتابة على عمومياته بحيث يصبح أي كتابة تصلح للإثبات. يبقى الشيك، إيصال الأمانة، كمبيالة، سند الإذن، الورقة العادية، ده ورق مكتوب، ما حطش قالب بقى معين ولا جامد، لأن ده من جمال الدين الإسلامي أنه يتطور بتطور المجتمعات بل وتطور العادات، وفي روح طيبة. للأسف من يفتون فيه بغير علم بيضيقوا الواسع، بيضيقوا على الناس الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى أباحها للناس، ولأن الاختلاف رحمة،
تاخد بالرأي ده، تاخد بالرأي ده. مفيش يا اخوانا فقيه من الفقهاء عنده استعداد يقابل ربنا انه افتى فتوى يعني عشان السلطه، لا برضه ده يعني يجب ان نضع في الاعتبار انه مسلم ويخاف الله. ومعانا اتصال ابو عمر من الشرقيه، اتفضل. ايوه فندم. اتفضل ابو عمر. عمر اتفضل. ايوه حسبت سعاده المستشار. اتفضل معاك، معاك يا ابو عمر اتفضل. ال استاذنك انا ما كنتش عارف القانون اللي هو يطلع المعاش لما يكمل 60، سويت حسي بعد 30 سنه خدمه، وفي اول 1/2/2020. طيب. وغيرت ان بيقولوا مش هتاخد حاجه لما تكمل 60 خمسه. وانا دلوقتي انا عارف اطلع بطاقه، ولا بطاقه صحيه، ولا بطاقه شخصيه، ولا عارف اعمل حاجه، واعمل ايه دلوقتي حضرتك؟ عشان انا ما كنتش عارف ولا مضوني على حاجه، وصوت حالتي في 1/2/2020. ابو عمر انت اي جهه يا ابو عمر كنت شغال فيها؟ كنت شغال في جهه ايه؟ ايه المكان اللي كنت شغال فيه؟ تبع الرايه. ده حكومه يعني؟ اه. طب يعني لما تقدمت للتسويه تقدمت ايه؟ يعني تسويه معاشك ولا استقاله ولا ايه الامر بالظبط؟ لا تسويه معاشي يا فندم. طب وازاي هما قبلوا الطلب؟ يعني بعد العمل بالقانون الجديد ولا قبليه؟ لا هو بقول لك من 1/1/2020، انا قدمت 1/2/2020. ما طيب. كنتش عارف كان إيه؟ شهر. انت سددت تامينات قد ايه يا ابو عمر؟ سددت تامينات قد ايه؟ الفتره التامينات اللي سددتها؟ سنين. انا سعيد 86 يا فندم. يعني كام سنه سددتها تقريبا من تاميناتك؟ فوق 30 سنه. لا يا حبيبي لا. لا هو انت تستحق معاش، وطالما سويت او سمعنا من التلفزيون ابو عمر قضى 30 سنه من عمره، يا اخوانا عايزين برضو نعلم بقانون التامينات الجديد اللي صدر واللي طبق واللي عدل من الفترات التأمينية لاستحقاق المعاش، ناخد بالنا من الكلام ده كله. لكن أبو عمر عنده مدة تأمينية تدي معاش ويسوي بها حالته، لكن قصة 60 سنة ده فهم خاطئ لروح القانون، لروح القانون. يعني راجل أفنى عمره هيفضل قاعد يستنى 60 سنة وهو سوى حالته؟ فهذا الأمر إن لم ينتهي رضاء ينتهي قضاء يا أبو عمر. فأنت قضيت فترة تأمينية تجيز لك المعاش. ويجب على الناس برضو يا اخوانا تتعاملوا مع الناس اللي افنوا عمرهم في وظيفه بروح القانون، او نطبقه بالشيء يعني اللي ما يضرش وينسب للدوله انها بتتعسف، وانت اللي بتتعسف وانت اللي عامل في الناس كده. نرجع اخوانا لموضوعنا، قانون الاجراءات الجنائيه بين الشريعه والقانون. ياتي بعض المتقاولين يقول لك ده فلان خد براءة من قضية معينة وازاي، وده حرام وده أمر ومتلبس بيها، وده ازاي يبقى عارف ان ده مجرم ويطلع براءة ويعيب في المحامي ويعيب في القضاء ويعيب في الدنيا كلها، وبيتكلم بغير فهم، بغير فهم. لابد ان احنا يكون في دراية بالقانون، تبقى عارف قبل ما تتكلم او قبل ما تفتي او قبل ما تتكلم على أمر انت ما تعرفوش. طيب ازاي النهارده بيبقى متهم ومتلبس ومقبوض عليه وياخد براءه؟ القانون، قانون اجراءات من الجانب الشرعي حط امور راعى فيها الحرمه، سواء حرمه شخصك او حرمه بيتك او حرمه سيارتك، وضع اجراءات. يعني ولله المثل الأعلى، أشبهها بالوضوء. يعني أنت لو صليت عدد يصل لخمسين ركعة لله وفجأة ده ما كنتش متوضي، هل حسب لك ثواب الصلاة؟ لا مش صلاة، لأن إذا صلح الوضوء صلحت الصلاة، بطل الوضوء بطلت الصلاة. ده الجانب بقى اللي احنا بنتكلم فيه بالجانب، لانه معمول لحمايه البسطاء، لحمايه الشرفاء من هذا الشعب. القانون قال كل بيت له حرمه، عشان تدخله لمامور الضبط القضائي او ضابط مباحث او للجهه اللي داخله لازم تستصدر اذن من النيابه العامه. والنيابه العامه في مصر نيابه شريفه حريصه على المواطن اشد الحرص. فلما يروح مأمور الضبط يطلب تفتيش بيت فلان
يقول له انت عملت تحريات يعني وايه نطاق التفتيش داخل تعمل ايه، يعني بيحقق مع طالب التفتيش والله تحقيق وشبه تحقيق جنائي عشان يسمح له باقتحام تلك الحرمة، لان فجأة تلاقي البيت بيخبط عليك مين احنا جايين نفتش، ادخلوا بقى تفتيش، اطفال قاعدين، ستات قاعدة في مرتاحة في بيتها، امر دخل البيوت، فوضع قالب شديد جدا لدخول البيوت، فاذا ما بطل هذا القالب بطل اي اجراء يقوم به. ليه؟ مثلا رايح يفتش على مخدرات، وقبل ما اكلم اكمل المخدرات معانا الاستاذ ايمان من شريط، فضل استاذ ايمان. بارك فيك يا باشا، انت كنت عايز اسال حضرتك اتفضل. ايه الحاجات اللي بتبطل ايصال الامانه؟ ابطال ايصال الامانه. حاضر حاضر يا حبيبي، حاضر تحت امر. شوف يا اخوانا الكلام ده اتكلمنا فيه كتير جدا، واتكلمنا على ايصال الامانه بالذات، وقلت لك خلي بالك ايصال الامانه دوت يعني تكون حريص وانت تكتبه، يعني كاللي عليه الدين او اللي ياخذ الايصال. ايصال الامانه ده اللي هو في السوق احمد السلام من علي عشان يوصل لوائل مثلا، ده النموذج. هو القانون نص على عقود خمسه، عقود خمسة تقوم بها جريمة خيانة الأمانة. من ضمنها الإيصال المعتاد اللي في الشارع ده اللي أنت بتشتريه من المكتبة. أحمد خد من فلان، والناس بقى درجت على إنه إيه لازم يكون ثلاثي، على فكرة إيصال الأمانة مش لازم يكون ثلاثي الأطراف. إيصال الأمانة اللي بتباع في المكتبات والمعمول بيه حاليًا، ده فلان خد من فلان، ده بنسميه عقد نقل. يعني هو خد الفلوس عشان يديها لواحد، ما ودهاش يبقى خان الأمانة في مأتوم عليه. إيصال الأمانة يجب تركز على قصة التسليم، إنه استلم عشان يسلم، ما تضمنش إيصال الأمانة تاريخ، لأن التاريخ النهاردة لو قعدنا 3 سنين على تلك الواقعة خلاص سقطت، مش العقوبة، سقط الفعل الجنائي، سقطت الجريمة خلال 3 سنوات. ومعانا صديق البرنامج عم رجب من الاقصر، ونكمل قصه ايصال الامانه. اتفضل يا عم رجب. ازيك يا سياده المستشار؟ اهلا بك يا حبيبي، اتفضل. الله يحفظك يا سياده المستشار. الله يحبك حبيبي، متشكرين يا عم رجب، اتفضل يا حبيبي اتفضل. وعاوز اشكر بصراحه فريق الاعداد بتاع صحه وجمال، يعني بتخش كده حد بيقول لك ايه هتقول ولا ايه، بياخدوا الاسم وبياخدوا على طول. يا حبيبي والله وشكره في محله، وفعلا انهم ناس محترمين من رئيس القناه، وده مش مجامله ليهم، ناس محترمة جميعا من أصغر عامل إلى رئيس القناة. الله يخليك، اتفضل يا عم رجب. سؤال بالنسبة لسيادة المستشار، أنا كنت واخد محل بجعلة، طيب، والمحل ده الآن انتهى، وصاحب المحل طبعا خلاص طلعني، فرحت أخدت عين تانية، معاي رخصة ومعاي بطاقة ضريبية، هل الجنود يشتغلوا معايا ولا بعمل لهم تنازل ولا بعمل لهم إيه بالظبط؟ يعني معاك رخصة وبطاقة ضريبية على العين يا عم رجب القديمة، صح كده؟ اه طلع لي صاحب الملك قال لي معلش تعالى لما حلوان حجب في المحل، فانت فهمت، اخدت عين تاني. اخدت عين تاني، طيب يا حبيبي اجاوبك، فايه موقف الرخصة وبطاقة؟ اسمعني يا عم رجب اقولها لك عنها بس بعد اخلص قصة ايصال الامان. ايصال الامان يا اخوانا خلاص ما تضمنوش تاريخ، اوعى تاخد ايصال امان على بياض، تبقى عم فيها بقى ناصح واخد ايصال على بياض وتحط فيه البيانات اللي انت عايزها بعد كده، ده خطر ويبطل هذا الايصال، لان النهارده لو طلعت التوقيع اللي على الايصال في فارق زمني بينه وبين الصلب، يعني الصلب اتملى بعد التوقيع كده، هذا الايصال اصبح ايصال سوري، واصبح هناك سوريه في التسليم اللي هي جوهر ايصال الامانه، فيبطله. عايز تاخد ايصال بمرض الله على الواقع اللي موجود، على الواقع اللي موجود، تحطش تاريخ، ما يبقاش على بياض، تضمنه تضمين السليم، تبقى واخد بالك من هذا الشكل وتلقى الورقة. ومش لازم على فكرة يبقى ثلاثي الأطراف، يعني لأن برضو عقد الوكالة، عقد المقاولة، عقود نص على قانون على سبيل الحصر 5. ده يا الأستاذ كان متصل، ده الإجابة على إيصال الأمانة، تاخد بالك كده سواء أنت بتكتبه أو بتاخده.
عم رجب بيتكلم على انه كان واخد محل بقاله وكان عامل عليه رخصه وكان انت يا عم رجب هتعمل حاجه اسمها نقل نشاط، نقل نشاط على ذات الرخصه وذات البطاقه، هما بس هيجوا بس البطاقه الضريبيه طبعا تبقى ساريه، سجلك التجاري زي ما هو هيتحط فيه بس العين اتغيرت، الرخصه بس اللي هيجي ايه يبص عليها يشوف العين الجديده تتوافق مع اجراءات الترخيص ولا لا، لكن بتعمل نقل نشاط وعلى ذات اوراقك الموجوده وبخاصه البطاقه الضريبيه والسجل التجاري، والرخصه هتطلع على ذات العين اللي هي الجديده. ومعانا استاذ محمد اتصال، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل سامعك. كل سنه وانت طيب يا سياده المستشار. وانت بخير الله يكرمك، اتفضل. انت وضعك انت والقناه والساده المشاهدين بتوع سيادتك. الله يخليك يا فندم، متشكرين. عند عمي في الصعيد واكرم مشاري يزورنا وطلعنا صوره بالحجه بالارض طبعا طلع باسم الجد واحنا من ضمن الورثه. ايوه. فطلعته باسمي من دار المحفوظات. تمام. رحت عشان اكلمه قال لي لقيته بني فيلا وبتاع ومفيش نيه ان هو يزورنا. تمام. فدلوقتي انا عامل دي حاجه. طيب. عايز اعمل ايه؟ حاضر. يعني هو في الصعيد وانا هنا. وانا لا مؤاخذه مطلع رخصه معنيه دي النقطه الثانيه، معايا رخصه معنيه. ايوه. ما عرفتش اخد المنحه بتاعت الرئيس، قالوا لي مأمن عليك. طب انا يعني انا دفعت قسط من اول ما طلعت الرخصه، رحت التامينات عشان اطلع معايا عشان سني 55 سنه. ايوه يا حبيبي اتفضل. ومعايا خمس اولاد. ربنا يبارك لك. رحت عشان خاطر اطلع معاش ولا اي حاجه، قالوا لي لازم تجيب شهاده مرضيه، وانا ما عنديش الا الضغط بس 170 على 100. ايوه ربنا يعافيك. يعني ربنا يعافيك. ما 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 اقاوم في الشغل لان الضغط عندي عالي. ما مريض مرض ضغط. ربنا يعافيك وكل احبابنا يا رب يعافيهم من مرض الضغط. الاخيره يا سياده المستشار معلش سامحني. اتفضل يا تحت امرك. في وصل امانه واخده على واحد ب 55,000 جنيه واخد حكم ليا سنه تبع اسم الطلبيه وما فيش حد عايز يسرقني. اجاوبك يا محمد حاضر، اجاوبك اسمعني يا حبيبي اجاوبك حاضر. اجاوبك. فيما يخص عمك اللي في الصعيد دوت يا عم محمد اللي انت تبقى عم محمد اللي له ميراث، يا اخي اتق الله في نفسك، هتقابل ربنا تقول له ايه؟ هتقابل ربنا ما نظمش يا اخوانا في القران شيء بالتفصيل الدقيق الا المواريث، يعني السدس التمن الربع النص ما سابش فيها حاجه. ده الامر الوحيد في المعاملات اللي ربنا نظمه مش بعموميات زي ما قلنا زي المدني زي قانون العمل زي اي قانون اخر، لا في المواريث بالذات لحرمتها. فاولا اتق الله لانك هتسأل على الكلام ده كله. يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ده باطل. طيب الحاجه الثانيه، يستطيع محمد خلاص طلعت علم وراثه وفي حصر تركه للراجل ده وثبت انها تحت ايد عمك، تقدر تقيم جنحه منع ميراث، في جنحه اسمها كده جناح تقيمها عليه، وللاسف يعني بتقطع اواصر الرحم بس ما قدامكش الا هذا الطريق ان لم يرتضي. اسال الله ان يشفيك ويشفي كل مريض من احبابنا من مرض الضغط، اللهم امين يا رب. 170 ده مرض ضغط، ولو اثبتت ان هو مزمن عنك لا تستطيع تقدم له شهاده مرضيه بالكلام ده وتاخد المعاش. منحه الريس اللي كان لها شروط يا محمد ايام الكورونا والكلام ده كله مؤمن عليك، هي كانت طالعه بس العماله اليوميه والكلام ده كله. انت خدت ايصال ب 55,000 جنيه وخدت حكم خلاص، انت الطلبيه يعني تتبع مديريه امن الجيزه. حاضر حاضر. هتروح مديريه الامن بالحكم ده عشان خلي بالك هتسقط العقوبه خلال 3 سنين، فلازم تعمل اجراء يقطع هذا التقادم. روح لوحده الامن العام في مديريه امن الجيزه، قدم الحكم وصوره منه وهات اي عناوين الراجل، والناس ما بيتاخروش. ومعنا اتصال، اتفضل. الو. ايوه معاك. عليكم السلام. اتفضل يا حبيبي. رمضان معك، معي تساوي التأمينات لي 20 سنة مأمن. 20 سنة تأمين، اتفضل. 20 سنة تأمين، تساوي دلوقتي كم؟ ايه؟ 20 سنة تأمين، تساوي دلوقتي. بقالك 20 سنة. مأمن. ال 20 اجاوب يا حبيبي، يعني ال 20 سنة ديت تعطيك معاش. ال 20 سنة ديت تعطيك معاش، يعني تروح تساوي على ال 20 دي. تعطي معاش. انت كنت شغال ايه؟ ده قطاع خاص ولا عام ولا 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 صاحب عمل؟ خباز. الايه؟ خباز مخبز. خباز يعني قطاع خاص، يعني تقدر يا حبيبي. مخبز بلدي. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. اجاوبك يا حبيبي عنيا،
لا تقدر تروح تسوي معاشك على 20 سنة اللي انت قضيتها، خلاص انت قضيت المدة التأمينية القانونية الكافية ان تخرج لك معاش تاخده يعني. بالتالي كده جاوبت على الأسئلة اللي جات جميعا. نرجع اخواننا خلاص لقانون الإجراءات عشان برضو تبقى مطمئن ما بين الشرع والقانون. كان قانون الإجراءات كان في ذهنه الشرع وهو بيضع القانون، لما هنخش نفتش بيت واحد او هنفتش شخصه، لا راعى الحرمة، راعى حرمة البيت، داخل يفتش عن مخدرات، هو افترض ان كل الناس مش تجار مخدرات ولا كل الناس مجرمين، فوضع آلية إجراءات عشان يحمي تلك الحرمة، تدخلش البيوت إلا بإجراءات معينة. خالف هذا الإجراء بطلت الجريمة وبطل ما قام به تماما، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. ومعانا باشمهندس محمد الصلاة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا معالي المستشار؟ أهلا أستاذ محمد، تفضل باشمهندس تحت أمرك، تفضل. بنهني حضرتك على بصراحة برنامج كويس جدا، بس كنت عايز ألفت نظر معاليك. اتفضل يا ريت، اتفضل. قصة النواب بتوع مجلس الشعب. فقبل الانتخابات بيوعدوا الناس بتخليص مصالح شخصية. معاك يا باشمهندس. عضو مجلس الشعب يا فندم بيعين علشان يسن لنا القوانين اللي هي تمشي مسيرة الحياة، ولا بيتعين ويروح ينتخبوا علشان يعرض لنا مصالح شخصية؟ دي أول نقطة. اتفضل. دي أول نقطة. معاك اتفضل. النهاردة احنا مش عايزين أعضاء مجلس الشعب طاقة جنب مننا احنا كمصالح شخصية تعملها لنا. احنا عايزين عضو مجلس الشعب يسن القوانين. الله يفتح عليك والله يا باشمهندس. يسن القوانين اللي نستفيد منها. الله يفتح عليك. فكنا عايزين رأي حضرتك، كنا عايزين برضو ان حضرتك تسير المشكلة دي بين الناس عشان الناس تكون واعية هي بتنتخب. اجاوبك يا استاذ محمد، اجاوبك. حاضر اجاوبك. ولو كان اتصال قطع ف عرفت القصة ماشية ازاي. حاضر. شوف يا اخوانا، يعني ايه انتخابات ويعني ايه مجلس نواب؟ والله كويس نتكلم في هذا الامر، الموضوع يطول شرحه، لكن هاختصر لك القصة في امور بسيطة خالص. يعني الاصل في الديمقراطيات حاجة اسمها ديمقراطية مباشرة، ديمقراطية شبه مباشرة وغير مباشرة. احنا نظامنا في مصر قايم على الديمقراطية غير المباشرة، ونظامنا نظام حكم رئاسي برلماني. يعني ايه ديمقراطية؟ الديمقراطية اصلا هي حكم الشعب للشعب لصالح الشعب، يعني الشعب يحكم نفسه بنفسه لصالح نفسه، حكم الشعب للشعب لصالح الشعب، دي اسمها الديمقراطية. يعني ايه؟ تعالوا كده ايه، عايزين نعمل امر معين في البلد، نجمع الشعب كله وناخد موافقة، دي على عواهنها، دي الديمقراطية. تعالوا يا اخوانا يا شعب، وفي بعض البلاد بيتم فيها هذا الشكل من الديمقراطيات. طيب حاضر، اتصال وكامل مع حضراتكم. اتفضل يا فندم، اتفضل. الو، اتفضل تحت امرك، عليكم السلام، اتفضل يا فندم. امر يا حبيبي، اتفضل. عندي سؤال في الدين كده يا استاذ. اتفضل يا حبيبي تحت امرك. بالنسبه لان انا حالي كده على مراتي ومش ثابت البيت، وعايز اعرف ايه الحل بتاعي. حلفت عليها قلت لها ايه؟ ها؟ حلفت قلت ايه؟ قلت ايه؟ حلفت عليها كان عندي بنت تاني غضبانه زعلانه مع جوزها يعني. تمام. وبعدين قلت لها بنتي لو مشيتي مع جوزك تضامك محرم عليها اليوم الدين. لو مشيت مع جوزك طيب فمشي. فمشيت مع جوزها يعني، وكان عندي عزيزي هو اللي جا مشاها يعني، وانا اللي خدتها وانت من الاول، وانا ما جيتش يبقى جوزها مش هياخدها يعني. بس انت اللي يعني انت قلت لبنتك لو مشيتي مع جوزك تبقى امك محرم عليه لوم الدين. تمام. طب وليه يا مولانا كده؟ ليه الكلام ده كله؟ ما خلاص ربنا وفقها. انا عايز الومك بس يعني الومك في هي خلاص ربنا وفقها وارتضت ترجع مع جوزها يا اخي، وانت اب. معلش يعني خلاص، يعني الاب ده يجب يعني 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 انا بسمي. عايز اعرف ايه حل اليمين بس بعدين ابدا. طيب حاضر اجاوبك عن ايه. حاضر، هو يا اخوانا في الشرع ثلاثه، جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق. فالنهارده انت رميت يمين، طبعا ما تش يعني تنوي به الطلاق او الكلام ده كله. يعني بلومك في الاول انت يعني قلت يمين بهذا الشكل،
لانك طبق خلفت قلت يمين مخالف للي ربنا قاله، ثانيا بتمنع بنتك ترجع بيت جوزها. في بعض الابهات بيبقوا سبب وامهات بيبقوا سبب في فشل البيوت وخراب بيت بنت. طب ما كنت بتجوزها في الاول ليه؟ طب ما خلاص وائم كده ومشي المسائل. وكما لك حقوق فحق زوجها اعظم، حق الزوج اعظم عند الله سبحانه وتعالى. خلاص هي خرجت راعي جوزها وهي شكلها الرضا عايز تمشي مع جوزها، يا اخي خلاص عدي انت بقى عشان الحياه تمشي. لكن انت عليك هنا كفاره يمين، كفاره يمين لان انت يعني قلت امر حلفت على شيء يعني مخالف للشرع وهي مشت. وما ذنبها ايه في القصه دي كلها؟ تبقى محرمه عليا، عليك كفاره يمين يعني صوم ثلاث ايام اطعم مساكين تشوف القصه كفر يمينك ده. كنا بنتكلم يا اخواننا في قصه الديمقراطيات وال نعم معانا اتصال استاذ سامح اتفضل. السلام عليكم يا سعاده الباشا. وعليكم السلام اتفضل استاذ سامح. انا سالت سيادتك قبل كده في السؤال وما سمعتش الاجابه اللي هي. انا اسف يا سامح اسف. ايه اتفضل اتفضل. العفو يا انا ليا اخ مهندس ولقيته عامل لي قضيه بشيك ب 400,000. والله يا سامح كلمتك في القصه دي بقول يا حبيبي 400,000 اخوك. اه اتفضل. فكان وعاملهم بتاريخ 2006. بايه بقى الورقه الشكاك بايه يا سامح؟ بايه الورقه بشيك. ما انا كلمتك في القصه دي. انا قلت لك انت معاك دفتر الشيكات فعلا؟ انا ما كنتش سمعت الاجابه من سيادتك. انت معاك يا سامح دفتر شيكات عشان هو الشكاك بشيك؟ لا ما عنديش. طيب يبقى هو ما اشتككش بشيك بقى، يبقى اشتكاك بايصال امانه مثلا او ورقه اخرى. لا ده شيك مكتوب شيك بنكي. ايوه يا سيدي انا شفته في المحكمه واتحكم عليا فيه. يا سامح يا سامح في طعم ورحت للمحكمه بتاعت التزوير. يا سامح يا سامح انت اعطيت لاخوك شيك ب 400,000 جنيه. الشيك ده صادر من البنك المسحوب عليه او البنك اللي رايح له، البنك اسمه ايه؟ مكتوب فيه بنك مصر. انت لك حساب في بنك مصر ولك دفتر شيكات هناك؟ طب ازاي بقى الكلام ده؟ يبقى كلام مزور من اوله لاخره، يبقى الشيك كورقه مزوره. طيب ما انا رحت يا عم انت دعمت في الشيكه ايه؟ والمهم قعدنا بقالي سنه بجري في الشيك دي والمهم خدت بيه براءه. طب الحمد لله. طيب كلام طبيعي اهو صح كده. بس قبل ما اخد البراءه رحنا قعدنا ويا قاعد اهو في كده يقول لي اديني فدان ارض وانا اروح اصطلح لك. ليه يعني؟ طيب اجاوبك يا سامح. حاضر اجاوبك حاضر بعد ما اخلص قصه مشاكلنا يا سامح. امر بالاخوان هجاوب اتكلم في القصه دي. يعني خلاص خوانا قانونا وفق الانتخابات خلاص احنا نظامنا اسمه نظام ديمقراطيه غير مباشره ونظام حكمنا اسمه حكم رئاسي برلماني. يعني ايه ديمقراطيه غير مباشره؟ بتاكل المباشره خلاص الشعب يقعد يحكم بنفسه، خلاص يجيب الامر ويقعد. طبعا الكلام ده مع 100 مليون مصري ما ينفعش، هنجيب ال 100 مليون واقعدهم فين عشان نحكم او في اي دوله؟ فخلاص بيحصل ان الشعب بيختار نواب تحكم عنه، نواب تحكم عنه لان الاصل هو الشعب، الاصل السياده للشعب. تاخد ديمقراطيه ان الشعب بيحكم بنفسه لنفسه لصالح نفسه. فما بنقدرش الصوره دي تكتمل فبنختار نواب. نائب اسمه نائب اسمه وكيل. ده اسمه عقد بينك وبين النائب ان هو بيتولى شؤون اداره بدلك. معانا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ازيك يا سعاده المستشار؟ اتفضل الله يخليك اتفضل يا حبيبي. ايه؟ فموظف الصحة. فكان لنا حوادث حصلت من زمان فعملنا تحقيق لمحامي. كان ليك ايه؟ لنا حوافز. حوافز، طيب اقف في مكان فيه شبكة يا رمضان. طيب حوافز. وقفت فترة رمضان على رفعت عن كده من السامع رمضان، الخط بيقطع رمضان. كلمني تاني اطلع في مكان انا واقف على كلمة حوافز ايه بس قول لي ايه المشكلة هستنى اتصلك تاني. فخلاص يا اخوانا يبقى انت ايها النائب ما انت الا وكيل. ده على جواب على الباشمهندس احمد لمس موضوع حيوي جدا واحنا في استحقاق دستوري الان. الدوله في انتخابات والله نزيهه يا اخوانا، انتخابات نزيهه وليس فيها تدخل وبيشرف عليها افضل قضاة الدنيا القضاء المصري بدون مجامله. فالنهارده اشراف قضائي وموجود، روح مارس حقك لان انت ما بتروح تحط صوتك لفلان وكانك وكلته. طيب دور النائب ايه بقى؟ سياده النائب يا سياده النائب
أنت نائب عن الشعب في سن القوانين ورقابة الحكومة وعندك آليات لتلك الرقابة. الحاج مين؟ اتفضل حاج. الحاجة نفيسة من القاهرة. نفيسة فاروق أحمد طه. اتفضل الحاجة نفيسة فاروق أحمد طه. نعم. كابتن مستشار. اتفضلي. أنا بقالي 5 شهور ما قبضتش معاشي اللي هو الضمان الاجتماعي. ليه؟ ما عرفش مقفلني الفيزا، وأنا بحضرتك أنا ست كبيرة، عندي 61 71 سنة. الله يديك الصحة يا حاجة نفيسة. يا حبيبتي وبعدين؟ ربنا يخليك يا حبيبي. ودلوقتي بقى لي 5 شهور ما قبضتش، وانا عليا ايجار، عليا ايجار 3 شهور. تتبعي انهي منطقه يا حاجه نفيسه؟ منطقتك ايه اللي تتبعيها؟ انا منطقتي الجيزه، دلوقتي قعدت في الجيزه عند بنتي. يعني مكتب التامينات اللي طالع عليه فيزا او اللي سويتي معاش مكتب تامينات الدويقه. الدويقه. طيب الدويقه. طيب طب اجاوبك يا حبيبتي. حاضر 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 يا حاج. يعني يا اخوانا الحاجه نفيسه ده امنا وعلى راسنا من فوق، ده احنا بنكرم على الارض بسبب الناس الطيبه دي. يعني ربنا قال في حديث خذ لولا شيوخ ركع واطفال ردع وبهائم ردع لصببنا عليكم العذاب صبا. فهي ربنا ادى الصحه والعمر وبارك لها. بس يا حاجه نفيسه تقريبا فيزتك يعني فتره صلاحيتها انتهت. فحد يا اخوانا يتبرع لله، بس لوجه الله يروح يشوف الحاجة ايه المطلوب. معاشها الفيزا اكيد بتحطها في مكنة الصرف، ما بتسربش. يبقى حاجة الفيزا هي عايزة تتجدد، او هم جايز يجددوها فتروح تستلميها. لكن يا تأمينات الدويقة، رحمة بالناس دي، رحمة بالناس، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مين يا زحمة اتصال مين؟ الو. السلام عليكم. السلام. اتفضل. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا، امورني. الايه؟ الشؤون القانونيه عندنا. الشؤون القانونيه في انهي، في انهي مصلحه ولا في انهي جهه؟ محافظه الشرقيه مع مركز بناء لمها بقى. محافظه الشرقيه. اتفضل، مالها؟ كان انا كنت عامل كفاله وكرامه. كنت عامل اللي هو اتعمل بكفاله وكرامه من سنه. تمام. وبعدين كتبني على الكمبيوتر رفض، مثاني رفض عليه، عملت تظلم، عملت تظلم وقالوا لي لا رفض ثاني، وانا ولا عندي حيازه ولا عندي اي رفض ولا عندي 55 سنه. يعني ست اولاد. يعني يا محمد، انت موظف في محافظه رفعت عبد الوهاب. رفعت يا رفعت، انت موظف في محافظه الشرقيه وقدمت على لا. انا عامل زراعه يا سعاده المستشار. يعني انت عامل زراعه مش موظف يعني؟ ولا موظف ولا في اي جهه رفض ليا من اي اتجاه. عندك حيازه او حاجه من هذا القبيل؟ لا يا فندم، ولا حيازه ولا اي رفض ولا اي اتجاه. يبقى تستحق يا سيدي المعاش الكفاله والكرامه ده، حتى من اسمه يا اخواننا يا شؤون قانونيه في محافظه الشرقيه. الراجل يعني بيترفض ليه؟ يعني بيترفض ليه وهو عامل زراعي، لا موظف ولا عنده حيازه ولا عنده الامور اللي هي بتوجب عدم صرف المعاش. وبعدين يعني الدوله مشكوره وكتر الف خيرها، اسمه كفاله وكرامه، بيحفظ بيكفله ويحفظ كرامته. يعني انت حاول معاهم تاني وحاول تشكل سياده المحافظ، واكيد باذن الله يستجيب اليك في هذا الامر طالما تنطبق عليك الشروط. يعني هي وضع عامل يبقى يستحق. هنكمل مع قصة الديمقراطية. فسيادة النائب، أنت ما إلا نائب عن الشعب، تسن القوانين، بتراقب الحكومة، عندك آليتين للمراقبة، حاجة اسمها طلبات استجواب وطلبات إحاطة ومش عارف إيه والكلام ده كله، تراقب وتكون دايما أنت مش خصم، يعني بمعنى خصم يعني بتراقب الحكومة، بتأشياء تجري ولا الوزير بطلب ولا تأشيرة ولا الكلام ده كله. ده والله وإن كان يعني امر بان الناس برضه بيحتاجه، لكن دي مش اليته ولا ده مكانه. وما تلعبش على الناس، ما تقولهمش هجيب لكم النهارده الصرف الصحي وهرصف الطريق وهعمل ايه انت في ايدك ايه الكلام ده كله. يعني ما في ده خطه 50 للدوله، والدوله خلاص حاطه الاولويات وماشيه هنا وهنا وهنا. اي نعم، بتروح تشوف بتتابع تقول الكلام ده كله، لكن يا اخواننا لا في ايده يعمل ولا في ايده يسوي. هو ما هو الا نائب عن الشعب يسن القوانين. ويا معالي النائب، اتقي الله، في قوانين بتسن وسعادتك بترفع ايدك موافقه بتوافق. لابد ان يكون عند سعادتك اليه قراءه القانون او مشروع القانون اللي بيتقال، ايه ثغراته، بيضر بايه، بيعمل ايه. للاسف هناك بعض والله ما يعرف يعني ايه تعريف كلمه قانون، ولا يعرف يعني ايه تعريف كلمه دستور. لذلك بعض القوانين بتطلع خارج عدم دستوريه،
لان برضو سنت بسرعه او بعدم فهم. فالنهارده للناس كلها وبالذات في بلدنا راس الخليج بلدي الحبيب، هو حد يلعب عليكم؟ هو حد يفهمك انه هيعمل ويسوي ويودي ويجيب؟ مش الكلام ده، ده هو مجرد نائب يعبر عنك، وكيل عنك في في, في مجلس الشعب لسن القوانين ورقابه الحكومه. معنا اتصال من فندم ابراهيم. اتفضل ابراهيم. حضرتك انا ممتلئ من جهه تبع مديريه الشؤون الصحيه لهيئه تبع وزاره الصحه. هيئه ايه؟ هيئه ايه يا ابراهيم؟ هيئه التامين الصحي. تامين تمام. ها انتهت الامتلاء بعد سنه وعايز الغي وارجع جهه عمل اصليه. اه وما جددتش بالقرار، وبس مرضيني يلغوا الامتلاء او ينهوا الامتلاء والحشد عمل لا. طيب يعني انت 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 منتدب من اني جالي لهيئه التامين الصحي جالي؟ انت اصل عملك فين؟ اصل عملي مستشفى. مستشفى قطاع حكومه طبعا. اه اه تمام كده. فانا عايز ارجع المستشفى دي بعد ما انتهيت، بيطلعوا له الراتب بس ما يرضيني مع اني ما جددتش الانتداب. طب الانتداب كان كام سنه يا ابراهيم؟ كان كام سنه؟ سنه واحده. سنه واحده وخلصت. وانتهت ما طلعلكش قرار ب ب ب ب بتجديد الانتداب؟ لا ما طلعليش قرار وديدي 3 4 شهور على هذا الوضع بدون تجديد. ولا كان في القرار مثلا يجدد تلقائي ولا بس كده يعني؟ يعني خلاص. لا لا ما فيش اي تجديد تلقائي ولا حاجه. طب هو خلاص حاضر اجاوبك انا. يا خلاص يجب على الجهه اللي ندبت النهارده وتروح للشؤون العاملين عندك في المستشفى يا اخوانا ايه وضع الانتداب دوت، انا منتدب ولا مش منتدب موجود؟ لان خلاص الانتداب انتهى وممكن تتقدم طلب مش عايز انتدب في هذا المكان، لكن لو كانت حاجة العمل فعلا محتاجاك هتنتدب في هذا الأمر. لكن الانتداب خلص وهم ساكتين، فيا اخوانا انتبهوا الانتداب الراجل انتهى عشان برضو ما يدوخش على مرتبه وفين. فروح يا ابراهيم لشؤون العاملين عندك في المستشفى اللي هي نتباك للتأمين الصحي، قول لهم الانتداب انتهى، طلع قرار جديد يا ابني، او قول له مش عايز انتدب تاني. ومعانا استاذ حنان من دمنهور، اتفضلي. السلام عليكم يا استاذ هشام. عليكم السلام، اتفضلي يا استاذ حنان. لو سمحت عايزه اسال حضرتك بس، انا خالي ظلم امي في المرار. لا حول ولا قوه الا بالله. ظلم اي هو غني خالص، فهو عطلها 5000 بس حقيقي. اه وهي غلبانه مضى، وانا كنت صغيره في الوقت ده، وقال لي ايه امضي شهدي على امك ان هي خدت حقي. اه فانا لما كبرت ووعيت لنفسي وكده عرفت ان هو ايه ظلم امي. وانا احس بالذنب ان انا شايله ذنبها لحد دلوقتي، ان انا يعني اشتركت في حاجه زي دي. طب يا حنان ال 5000 دي من ايه؟ يعني الميراث كان قد ايه يا بنتي عشان تديكي 5000؟ كان قد ايه؟ هو غني خالص، هو غني. سيبك من انا لما جيت انا رحت له قلت له يا خالي انت ظلمت امي وعطيتها اقل من حقها، يعني هي لها حق في ابوها وفي امها، انت ما عطيتهاش غير 5000. قال لي ما هو في واحد كبير في العيله بقى، قال لي ما هو الحاج قال كده، الحاج فلان قال كده. طيب. وهو مات الحاج فلان ده. طيب قلت له الحاج فلان ده ما يعرفش حاجه، المفروض انت كنت جبت حد يعرف وكان عرف حق امي كام وعطاه لها. يعني جدك يا حنان ساب ايه عشان خالك يورث وامك تورث؟ ايه اللي سابه؟ سايب بيوت وسايب اراضي وسايب حاجات، مكان ري ومكان مكان اللي هو بيدرس وحاجات ياما، حاجات ياما كده. هو غني والكلام ده ثابت؟ ما نعرفش. انا طيب. ما اعرفش حاجه بس طيب. هو حق ابوه. لك اخوال اللي نعرفه ان خالي ده اسمع يا حنان يعني وخد كل حاجه. فهمت يا بنتي. لك اخوال تانية او خالات؟ ها لا ليا خالات تانية، هو ظالمهم برضه. نفس القصه يعني؟ اي نفس طيب. القصه. اجاوبك يا حنان حاضر. شوف يا خالها يا خال حنان، اتقي الله يا اخي، زي ما قلنا ده الميراث ده شيء يعني هتقابل ربنا تقول له ايه؟ اتقي الله واعطي الحقوق يا اخي، بلاش اكل المال ده يعني هيقول عليك في القبر والله. فانت يا حنان لو ثبت الكلام ده الميراث بتاع جدك من امك ثابت، تقدر برضه ترفعه على الخال ده للاسف برضه جنحه مانع ميراث عشان يستجيب، ولابد يكون في فرز وتجريم او هو حاش الكلام ده اثبتيه. لكن برضه نبدا معاه بالمعروف، نحاول برضه نذكره ان في ربنا وفي خالق هيحاسبك على الكلام ده. لذات برنامجنا يا اخوانا بين الشريعه والقانون، يعني حتى يا خال حنان لو معاك ورق او كنت مضي يعني اتقي الله يا اخي، ده قانون. اه يقول لك اه ده انت الراجل ماضي والناس شاهد، بس على باطل يعني. نعم احمد رضوان. احمد اسوان اتفضل. استاذ احمد السلام عليكم. معلم عليكم السلام يا حبيبي اتفضل. الله يسلمك. معايا استشاره والله بعد اذنك. امورني يا حبيبي تحت امرك. الله
أربعة موظفين في التأمينات في أسوان. تمام. كان الفصل إنها خدمة لينا إحنا ثلاثة، والرابع بانقطاع العمل. طب الثلاثة خدوا إنهاء، خدوا انتهاء. إحنا الثلاثة واخدين إنهاء خدمة ليه؟ مدنية. ليه يا أحمد؟ ليه؟ منفصل. عملوا إيه؟ عملوا إيه يا أحمد عشان ينتهي خدمتهم؟ عملوا إيه؟ إنهاء خدمة. ليه؟ سبب الإنهاء إيه؟ الرابع؟ انقطاع العمل، خليتهم منفصلة. يعني كلكم الأربعة انقطاع العمل؟ ثلاثة، الرابع مننا وستك مختلف مليون 2 مليون ونص. ده يعني يعني في ثلاثة انقطاع العمل والتاني عشان اختلاس وسبق وخد حكم، خد حكم وكلام. ده ما اتفصلش، اللي هو مختلف ده ما اتفصلش. موقوف. موقوف. واخد موقوف لمدة 6 شهور ما اعتقدش فرقت. وقف احتياطي. تمام. طيب ايه سؤالك؟ ازاي الفرق بين دول ودول؟ احنا انقطاع في العمل. انتوا الثلاثه دول كانوا يا احمد الثلاثه دول كان لهم علاقه بالجريمه الجنائيه اللي ارتكبها الرابع؟ لا 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 انا بقول الفرق. طيب احنا انت بما يرضي الله انقطعت العمل فعلا؟ ايوه فعلا انقطعت. طب انقطعت. طب انقطعت العمل. طيب ما انت 30 يوم منفصل اهوت، يعني تقول الفصل يا احمد. معانا دليل عذر، معانا دليل عذر. طيب لو في دليل عذر انا معاك في الكلام ده كله. خلاص طيب لازم حكم المحكمه. اجاوبك يا احمد. واحد منينا زي اللي هو الرابع دي؟ لا 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 اجاوبك. لا انت فاهم غلط يا احمد. اجاوبك. حاضر. طيب هنخلص بس ايه القصه بتاعت عم سامح برضو عشان الراجل ما يزعلش. اللي بيتكلم النهارده ان اخوه وللاسف الشديد اخوه بيشتكيه بايصال مزور او شيك مزور وياخد فيه براءه. اخوك ابن امك وابوك يا اخي اتقي الله، ده انت ضربت الرحم وضربت كل الامور الدينيه وبوظت جيل ولادك وجيل ولاده لما تحبس اخوك وياخد براءه وتشحططه الشحطه ديت عشان تكبره يديك فدان وانت مالكش حق فيه. فيا عم رمضان انت تستطيع، وللاسف بقول الكلام ده كله، او يا عم سامح انت تقدر ترفع دعوه تعويض على البراءه اللي انت خدتها في الايصال المزور ده. تقدر ترفع دعوه تعويض عليه لانه زور عليك ايصال ومش بتاعي وتسبب لك اضرار ماديه ومعنويه. تقدر الكلام ده. لكن اخوه اتقي الله. معرفش كان هو برضه ليه سؤال تاني موظف، كان الاستاذ رمضان بيتكلم على الحوافز بتاعته في وزاره الصحه ما صرفهاش. انا منتظر تليفونه يتصل تاني او استناك رمضان بعد الحلقه تكلمني. معانا استاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سياده المستشار، انا كنت كان عليا قضيه. تمام. جنحه. تمام. وانا معايا تقارير طبي نفسيه وعصبيه. تمام. المحامي ما رضيش يقدمه في المحكمه. ثاني يا محمد، اخر جلسه اللي هي جلسه تأييد الحكم. يا محمد انت كان عليك جنحه ايه يا محمد؟ جنحه ايه؟ جنحه ضرب. ضرب. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ تمام. فالمحامي ما رضيش يقدم التقرير الطبي بتاعك انت. حكم عليا وانا طالع من الجيش بالتقرير الطبي ده. طيب انت ضربت يا محمد بجد ولا 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 ولا, ولا ايه القصه؟ دفاع عن النفس يا سياده المستشار. طيب اللي جاي ضربني ماسك لي السيف عايز يضربني بيه. لا حول ولا قوه. طيب انا بحوشه من ايده راح السيف ضربه في رجله. انا ما عملتش بيه اي حاجه. الكلام ده ثبت في المحضر وقلته وصورت الحاله وان ده حاله دفاع شرعي والكلام ده كله اتقال؟ لا انا ما حضرتش الجلسات كلها. انا فاهم. المحضر المحضر قال الكلام ده ولا ما حضرتش؟ لا انا ما حضرتش. طيب خدت معاك يا محمد اللي هي بتاعت نقض الحكم. معاك يا محمد معاك. طيب انت خدت حكم قد ايه؟ حكم كام قد ايه؟ انا خدت حكم 6 شهور ومعايا تقرير طبي نفسيه وعصبيه. طيب المحامي ما رضيش يقدمه. طيب الست شهور دولت خدتهم غيابي صح؟ ما عملتش اي معارضه ولا حاجه دلوقتي؟ لا عملت معارضات وده. لا وخدت اخر جلسه اللي هي المعارضه الاستئنافيه. حضرتها ولا ما حضرتهاش المعارضه الاستئنافيه؟ حضرتها وفي الاخر قالوا القاضي مش هيحكم النهارده. اول شيء راح قال القاضي حكموا عليكم وايد الاحكام. أيد. انا بحكم اللي انا ما حضرتش. ايد الست شهور يعني. ايد الست شهور. كنا في الجلسه اللي فيها النقد والحكم بس كنا في اخر الرول. تمام. فالمحامي بيقول لي خلاص القاضي مش هيحكم النهارده. اجل لجلسه ثانيه. تمام. وايد الحكم. وايد الحكم طبعا. ايد الحكم المحامي.
أيد أيد الحكم. طيب أجاوبك يا عم الحاضر. بص يا محمد، يعني برضو الزميل المحامي اكيد كان له خطه دفاع، ما اعرفش هو ايه او قدم ايه او الكلام ده كله، او هو حاجه بيقدم التقرير بتاع نفسه العصابات ده، برضو تبقى ظروف قضيه. لكن انا هجاوبك بالقدر ان انت دلوقتي عندك 6 شهور وبقى الحكم نهائي، حاول بقى بقدر الامكان تتصالح مع الراجل دوت وتعمل ويعمل لك نقض في الحكم ده، وتعمل اشكال وقف تنفيذ لحين الفصل في النقض. ما قدامك سبيل دلوقتي الا الكلام ده كله، يعني تعمل نقض ده رقم واحد، تتصالح مع الراجل، تاخد الصلح وتعمل فيه، بتعمل حاجه اسمها اشكال في التنفيذ، وقدام قاضي الاشكالات في التنفيذ بتطلب وقف الاشكال للتصالح والحين الفصل في النقض ده. لكن الزميل عمل ايه؟ اكيد ما كان حريص عليك، يعني الله اعلم ايه اللي فيها. يعني كان الاخ اللي كلمني بتاع احمد اسوان، الموظفين اللي هم بتوع التامينات، واحد انقطع عن العمل، ثلاثة انقطعوا العمل فاتفصلوا، وبيتكلم بقى على ان التاني مختلس وما اتفصلش. معانا عالم من كفر الشيخ، اتفضل. ايوه يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي لو كنت مقدم في التكفر وكرامه وما جاليش اي اسم خالص. ليه يا علي؟ مأمن يعني عليك مأمن ولا حاجه؟ لك عليك في رقم تأمين لك؟ لا والله عماله غير منتظمه كده، هو قاعدين في البيت والله وما فيش شغل. طيب يا حبيبي خلاص، يعني اتجه للمنطقه التأمينيه اللي انت تابع ليها وقول لهم ده انا عماله يوميه، يعني ده حقك يا ابني، حقك، وضح لهم وحق. اتفضل. اروح لمين بس؟ مش عارفين والله. دلوقتي خلاص انت هتروح، انت تتبع في المحافظه ولا في قريه ولا في مركز انت؟ قريه العشيره الكبرى، مركز الحمول، محافظه كفر الشيخ. طيب يعني انت هتتجه للمركز ايه يا علي؟ مركز الحمول. مركز الحمول. طيب هتروح للتامينات اللي موجوده في مركز الحمول، تعرض عليهم هذا الامر، يا اخوانا انا ليا اخد كفاله وكرامه لان انا عمل يوميه وما عنديش، ده حقك يا ابني. ما استجابوش تطلع للمديرية التأمينات الاجتماعية في محافظة كفر الشيخ واشتكي، ولا يضيع حق ورقه مطالب، لأن ما عندكش لا رقم تأميني ولا ده، من حقك، من حقك تاخد الكلام ده. أحمد من أسوان، عشان ده كان أمر مهم جدا، بيتكلم على إن حد انقطع. لا، اللي بيختلس يا أحمد أو بيرتكب جريمة يجوز لجهة العمل أن توقفه احتياطيا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، مش أنت بتقول اتفصل عشان هو ارتكب، لا، ده ارتكب جريمة خلاص، جهة العمل امام الجريمه بتوقفه احتياطي لحين انتهاء التحقيقات، وبعد كده هتشوف شانه ايه. لكن انت انقطعت العمل وانت قلت 30 يوم متقطعين، ده يجب الفصل، لكن معاك كعذر خلاص جهاز العمل مش هستجيب للكلام ده كله، عشان تكون في صوره مش هيقدروا يقول لك ارجع وانت معاك عذر، فهتلجا للمحكمه، هتقول لهم النهارده انا انت كنت موظف التامينات، يبقى مجلس الدوله، هتقول لهم النهارده يا اخوانا انا دعوه الرجوع للعمل بعد ما تشتكي في مكتب العمل، وتطلب رجوعك للعمل لان كان انقطاعي بسبب كان في عذر موجود لهذا الانقطاع. ده ايه ده فيما يخص الكلام ده كله. وكلمنا مع الاستاذ سامح على اخوه، وقلنا له لاخوه يعني اتقي الله ويحافظ على اخوه اللي مش قادر يعوضه يعني. خلاص ايه الاجراءات الجنائيه؟ الراجل قال لك خلاص ده دخلوا فتشوا بيتي مش عارف ايه الكلام ده كله، قلت لك لا، يجوز للجهات انها تفتش، ما تنتقدش البراءة اللي خدها متهم لأن الخطأ في الإجراءات، لأن الخطأ في الإجراءات ده أصلا في الأصل معمولة لسعادتك، معمولة لحماية الشرفاء في أي مكان. يعني المثال الآخر، مثلا وجدوا سيدة في المطار معها مخدرات مثلا، حشيش، أي كان الأمر، وفتشها الضابط ونزلت جناية جلب أو جناية إتجار أو تعاطي أو ما كان الوصف، وفجأة خدت براءة، الناس بقى تصور ازاي ده، ما عارف ده مش عارف ايه ده الكلام ده كله. لا لا لا، مفيش الكلام ده كله، مفيش الكلام ده كله. لا، ده هي الانثى لا تفتش الا بانثى مثلها. والله كنت عايز اتكلم معاكم في كلام كتير ومسائل اكتر من هذا الامر، لكن برضو الوقت فلت من بين ايدينا. لكن والله سعيد باتصالات حضراتكم، سعيد ان انا اكون ساهمت في الحلقات اللي فاتت بقدر الامكان، وصلت معلومه او شلت هم عن حد. بشكرك يا اخوانا شكر جزيل على استحمالكم ليا طول الفتره دي، واتمنى دايما لمصرنا العزه والكرامه، واتمنى لمصر الخير. يا رب من اراد بلادنا خيرا فوفق، ومن اراد بها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره يا رب العالمين. اترككم على خير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.